استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وأشار التقرير إلى أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات من بينها اجتماع لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وآخر لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن توفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي. كما التقى مدبولي هذا الأسبوع مع وزير خارجية العراق، وأكد محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.